نشر حساب على إنستغرام خبراً عن هيئة المشاهير مفاده أن زواج الفنان العراقي الشاب ونجم The Voice علي يوسف من الممثلة الكويتية هند البلوشي ليس إلا قصة مسلسل تم تصوير حلقاته في تركيا وسيعرض في شهر رمضان المبارك، وأن ما حصل بينهما هو جزء من الدعاية للمسلسل. أشعل خبر زواجهما مؤخراً مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما بعد نشر البلوشي مقطع فيديو في حسابها عبر سناب شات وهي تحتفل مع صديقاتها، إذ وضعت إشارة تنبيه لعلي يوسف مع صورة خاتم زواج. وفسر رواد مواقع التواصل الاجتماعي ذلك على أنه إشارة لارتباطهما، وانتشرت بعدها صور لهما في أوضاع رومانسية. هند البلوشي لم تكذب الخبر، إنما أكدته وأوضحت أن بداية تعارفهما كانت في الكويت من خلال برنامج كانت تقدمه خلال شهر رمضان، وأن الحلقة التي جمعتهما كانت كوميدية وتسببت في انجذابهما لبعضهما، وأن علاقتها بعلي يوسف بدأت منذ تلك الحلقة واستمرت 5 أشهر عن طريق التواصل أونلاين لكونه يقيم في العراق وهي تقيم في الكويت، إلى أن اتخذ قراراً بالزواج بشكل رسمي، لكن بالاتفاق على عدم إعلان الخبر إلا في الوقت المناسب. وأشارت إلى أن عقد زواجهما تم رسمياً في تركيا وقضيا فيها شهر العسل الذي استمر طويلاً لمدة قاربت 5 أشهر. وعبرت هند البلوشي عن انزعاجها من تسريب خبر زواجهما معلقة الله يسامحهم، مشيرة إلى أنها من المؤكد أنها تسعد لإشهار الخبر، إلا أنها كانت اتفقت مع علي يوسف على إخفاء الخبر، مبينة أن التسريب تم على غير رغبتهما. وتابعت أنها أطلقت على فترة تعارفهما حب في الكورونا لكونها تمت في فترة صعبة، مشيرة إلى أن إخفاء الزواج جاء ليكون هناك فترة للتعارف والتفاهم بينهما بشكل أكبر. كما بارك المدون السعودي ريان جيلر للبلوشي ويوسف زواجهما، وبعد إعلان ريان خبر الزواج أكدت البلوشي ذلك عبر سناب شات وقالت إنه أحرق المفاجأة التي تخبئها منذ 5 أشهر، مضيفة أن لديها مزيدا من المفاجآت ستعلن عنها قريبا. تأكيد البلوشي خبر زواجها من علي يوسف جاء في وقت لم يصدر فيه عن الأخير أي تعليق رسمي، لكنه كان نشر في وقت سابق عبر ستوري في إنستغرام صورة وهو ممسك بيد زوجته السيدة زهراء وقدم معايدة لها في عيد ميلادها، وكتب كل عام وأنت أم بيتي وأم بنتي أم ملوك الغالية عيد ميلاد سعيد حبيبتي، وردت عليه وباركت له على المسلسل الجديد.